النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن كالعاده خلونا الاول نبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها متابعه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعدد من مشروعات وزاره الموارد المائيه والري، خاصه مشروعات اعاده استخدام مياه الصرف الزراعي واللي بتهدف الى استصلاح مساحات جديده من الاراضي الزراعيه وتحقيق الامن الغذائي. امبارح ايضا القوات المسلحه نظمت زيارة للملحقين العسكريين العرب والأجانب لقيادة قوات الصاعقة والمظلات. هيئة الرعاية الصحية أعلنت من جانبها عن تقديم الرعاية الطبية المنزلية لحوالي 8500 شخص من أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة الموارد المائية والري، وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات اللي تم اتخاذها في إطار متابعة موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي اللي بتهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، وكمان موقف أعمال تأهيل الترع، بالإضافة لنقطة أخرى تتعلق بتدبير أراضي من منافع الري بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنفيذ مشروعات خدمية عليها. امبارح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بشأن تحولات الطاقة في العالم عام 2022، واللي بيوضح إجراءات الانتقال إلى طاقة نظيفة وآمنة وجهود مكافحة تغير المناخ من خلال عدة عوامل رئيسية، منها سد الفجوة بين الجنسين لإشراك المرأة بشكل كامل في التطوير التقني والعلمي والتجاري لقطاع الطاقة المتجددة. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفارتهم لقيادتي قوات المظلات والصاعقة، وده استمراراً لسلسلة الزيارات اللي بتنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بمصر، وده لتعزيز أفاق التعاون العسكري ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. امبارح أعلنت هيئة الرعاية الصحية تقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية ل 8500 منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مع تقديم التوعية الصحية ل 40,000 من الأسر والمواطنين منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن. ده غير تسليم 10,500 جرعة دوائية لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان منها تجهيز صوامع بسعة 189 ألف طن لاستقبال موسم القمح الجديد، ومنها أيضا بدء إنشاء مستشفى طب وجراحة الأطفال بجمعية قناة السويس في محافظة الإسماعيلية. معنا كمان يا مصطفى في المحافظات أنه تم طرح أسماك طازجة للمواطنين بسعر 22 جنيه في الوادي الجديد، وكمان انطلاق جلسات الحوار الوطني في مراكز الشباب في دمياط، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي تم فيها تجهيز صوامع وشوان وهناجر المحافظة لاستقبال توريد القمح لموسم 2023، ومن المتوقع أن يصل إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة ل 189 ألف طن. في الإسماعيلية أعلنت جامعة قناة السويس أنه تم البدء في إنشاء مستشفى طب وجراحة الأطفال، وتم توقيع العقد اللي بيعد الأكبر في تاريخ جامعة قناة السويس لإنشاء مجموعة من المستشفيات المتخصصة تشمل طب وجراحة القلب وطب وجراحة الجهاز الهضمي والكبد بعد تخصيص قطعة أرض لهذا الصرح الطبي الكبير. في كفر الشيخ تم الإعلان عن وصول 3,000 شنطة رمضانية كدفعة ثالثة من بين 65,000 شنطة مخصصة لمحافظة كفر الشيخ من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة. في الوادي الجديد تم طرح كميات كبيرة من أسماك البلطي الطازجة واردة من مفيد توشكا بأسعار مخفضة تصل ل 22 جنيه للكيلو، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل الأسر.
في سوهاج أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات رفع صرف صحي بمراكز جهينة والبلينة وطهطة وسوهاج بتكلفة 47.2 مليون جنيه والمدرجة بخطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2022-2023 واللي بتستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين. في الشرقية تم إطلاق موسم زراعة محصول القطن العام 2023 بإجمالي مستهدف 50,934 فدان. في دمياط تم إطلاق الحوار الوطني في مراكز الشباب بالمحافظة تحت شعار فيما يفكر الشباب، خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي. في مطروح تم خلال شهر مارس توفير فرص عمل وتعيين 22 من الشباب ذكور وإناث من ذوي الهمم اللي تقدموا لمديرية القوى العاملة بطلبات للحصول على فرص عمل، وده بعد قيام مستشار التوظيف بمديرية القوى العاملة بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها. في الأليوبية تم بدء تنفيذ فعاليات الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة، وبيشارك في الدورة الرمضانية 64 فريق على مستوى محافظة الأليوبية تحت شعار الرياضة حياة.